انك تقدر تنظم كاس عالم راك انتصرت قبل ما يكون انتصار رياضي فيه انتصار ما نقولوش سياسي دبلوماسي، انك قدرت تفرض الجزائر في العالم. للاسف انا نقول للاسف انه باش نحافظوا على هذه الطبعه، هذه الطبعه اللي انا ما فهمتش هذا نقدر نقول لك الحمله الداخليه قبل الخارجيه لمحاوله تحطيم هذا الدوره انا ما فهمتهاش. انا نقول لك انا مستوى العالي ولا هذه الطبعه نقول لك انا نمثلها كورده. انت تخيل انه بائع ورود تعطي له ورده يمضغها ما يشمهاش ولا ما يصنعش بها عطر، ما تقدرش. يعني احنا كرياضيين ما نعرفش نقيم المستوى العالي. انا نظن يعني اكبر حدث رياضي تنظم الجزائر هي دي طبعه كاس العالم، اكبر من الشان انه قاري ومنتخبات محليه اكبر من بطوله عربيه ولا اكبر حتى من بطوله افريقيه، هذه طبعه كاس عالم. ايضا يعني نفس الاشخاص يعني حاولوا يعني ورموا بالثقل الثقيل لي نقدر نقول لك افشال هذه البطوله، وخاصه لنزع هذه البطوله من الجزائر اللي احنا هي المفروض انه نعطوها قيمه كبيره ونحاول انه باش نجلب بطولات عالميه ولا خاطك كؤوس عالم في كل اختصاصات. هذا الشيء اللي راح يحط هذا البلد في المكان تاعو، انه كيما عندنا انتصار رياضي احنا كمسيرين انا حاليا لست معني بالانتصارات الرياضيه، الرياضيين هما اللي يطلعوا لمنصه التتويج، انا كمسير معني بالانتصارات الدبلوماسيه.